السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حوار هام في برنامج مصر في يوم، علاقة مصر بدول الجوار، دور الخارجية المصرية في أزمة المصريين في ليبيا، الأسباب والمسؤول، وموضوعات كثيرة نطرحها على ضيفنا السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية مع منى سلمان في برنامج مصر في يوم الليلة الساعة 7:15 مساءً.